القدرة الشرائية للناس أصبحت ضعيفة مقارنة بالأربع سنوات الماضية التي في الحرب، وذلك بسبب الأوضاع الحصار الاقتصادي ووقف للدفع المرتبات، وحتى السوق أصبح يعني ضعيف ما عاد يقبل زي ما أول بسبب الحرب. اليوم ما عاد يشتري الحاجة، الساعة ما عاد كنا نشتري نوكل في حاجة رمضان وحاجة شعبان، ما عاد الساعة ما من قبل، فالحين خفت قوي 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 من كثر الحصار، من كثر الظل، من كثر قطع المعاشات، لا عاد معاشات، لا عاد بالشيء.